خوتنا المغاربة السلام عليكم، خوتنا المغاربيين السلام عليكم، عشاق قناة عبد الحفيظ أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وحللتم ونزلتم. تبارك الله عليكم جميعا في كل أصقاع الأرض. وبالنسبة بالنسبة للشعب الزاربي، كنباركوا له اليوم انطلاق المونداليتو، شنو نسميوه؟ مونداليتو. اليوم غادي ينطلق المونداليتو في المغرب، وبالضبط مباراة الافتتاح غادي تكون في مسقط رأس عبد الحفيظ، نعم، مدينة طنجة التاريخية العظيمة، نعم. فهنيئا لكم بهذا التنظيم، ونتمنى أن تسير الأمور على ما نتمنى أن تسير عليه، نعم، بالتوفيق إن شاء الله. غير هو كاينه واحد القضية، ما عرفتي واش رديتو لها البال ولا ما رديتولهاش البال. زولت مسكن فمي. قبيل انطلاق هاد الحفلة ديال الموندياليتو ولا ما عرفتش كيسميوها بها، ارتفاع صاروخي في الأسعار، ارتفاع صاروخي في الأسعار. قال لك الموظف خلينا دابا من الحازق من البيطالي من هذاك اللي مقود عليه، نو نو نو، خلينا من الطبقة المسحوقة العياشة اللي كيقولوا عاش الملك مسحوقين، نو نو نو، الطبقة المتوسطة، الموظفون وكذا والعمال وكذا. قال لك ملي كيدخلوا للمارشي يعودون أدراجهم، والو ما تشري حتى شي حاجه، الاسعار صاروخيه، اللحم وصل اكثر من 100 درهم، حنايا هنايا في بلاد النصارى كنشريوه ب 70 درهم، اللحم هايدا، حمار بياض، الحوت اللي بغيتي، 70 درهم، عزل وتخيل. اما في الزريبه الاسعار الان تفوق 100 درهم للكيلوغرام الواحد من اللحوم والخضروات، والو ما بقى والو، مطيشه كامله معوجه كامله مطبقه 15 درهم، بصل ب 10 درهم. مونداليتو عييت ما كنبدل في التما وقع اخوتي، الكركوره ما كتبغيش تفاعل، انا ما عندي شي كركوره اخوتي، ما عندي شي، ولكن قلت ديالي هي اللي كتبين الكركوره، الخيرات الارزاق رزقنا هذا، ما سرقنا حتى شي واحد، بالحق انا ما عندي شي، واخا رزقنا ما عندي، الحق ملي كنكون كنصور كتبان لي كتخلعني، الكركوره اصعب. والمهم صافي صافي، اللهم كثر حسادانا، المغاربة غادي يحسدوك، غادي يحسدوك يا بقرقونة يا بلا قرقونة، هما هي الحاسقين وحاسدين بعطيتهم تما في الزريب، كتجبرهم كيقطعوا بعطيتهم حاسدين بعطيتهم، هي الحاسقين وكيصفقوا للأغنياء، تيديروا لهم تيصفقوا للأغنياء تيفرحوا بالأغنياء، نعم. وعادك كفسوها وجملوها، قال لك أسيدي تزامنا مع المونديالتي تو 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 ولا ما كتسميوها به، مستشفيات طنجة في حلة جديدة، السبيطارات اللي عندنا في طنجة دابا تزامنا مع هذا الحفل الدولي، الدولة سكسفت على السبيطارات، دارت بهم، صوباتهم، رجعتهم بروميير كلاس، بحال السبيطارات اللي كاين في لاس فيغاس، فهمتي كيفاش؟ مشكلة الخوة ديالي، مشكلة. أنا تساءلت ما جدوى ذكر هذا الخبر في موقع رسمي، في موقع مغربي طبعا، يعني صافي هذوك اللي كيحكموكم اتاكدوا بان الشعب المغربي عباره عن مجموعه من الجثث تمشي فوق الارض، لا تحس، لا تتالم، لا تستنكر، لا تصرخ، لا تعارض، اقصد المجموعات ديال الجثث اللي هي الشعب المغربي، جثث لا تحسن ولا تتقن سوى الجلوس في المقاهي والتقرقر في عباد الله. كذلك مما قراناه اليوم وبالامس، قال لك السلطات تطارد وتقتل الكلاب المتشردة في طنجة بسبب المونديالتي توتو، قتل الكلاب بسبب المونديالتو في طنجة. أما المواطن المحلي العياش المزلط الفقير غير يعطي يمك ديك الجروم سعر، شكون دافي؟ شفتوا شعل انتم عزاز عن الدولة ديالكم العياشة عزاز، هاد الإجراءات دابا خصها تدار قبل ما يجيب براني، يسكسفوا لكم على المستشفيات ويحاربوا ديك ظاهرة الكلاب المتشردة المسعورة حفاظا على سلامة المواطن، هادشي ما داروش، تجاو التوريستيكات والفرق والأندية عادك داروه، يعني انتوما المحليين انتوما زايدين ناقصين عند باباكم، وانتوما لباباكم عارفين هادشي هذا وقرمين وساكتين وعجبكم الحال، هادي هي الخلاصة. الواقع يغيره أهله، ما كيتغيرش يمشي جهة أخرى، انتوما خصكم تغيروا هاد الواقع هذا المرير الذي تتنفسون فيه الصعداء. شي اخوتي المغاربه اللي كتسمعوني، هادشي هذا الا كان وقع في شي دوله اوروبيه، حرام عليا مديني حتى تنوض الثوره، حرام عليا مديني حتى تقربل، حرام عليا مديني حتى تقلب راسا على عقب، فيما بغات توصل توصل. شوفوا غير فرنسا، هي فرنسا حداكم،
ما بعيداش عليكم حتى 1500 كيلومتر. في 2015 جلس سلمان بن عبد العزيز هذاك الملك السعودية اللي فيه الزهايمر وفيه الخراف وفيه الخرا وفيه كل شيء عرفتو ياك، وقال لهم خصني واحد الطريف ديال الارض هيدا سبيسيال ليلي باش ملي نهود بلا سارسور من الاوتيل ندخل في التشالي نيشان ندخل نعوم ضرب سارتو ما كيعوم ما تجيع يفزق رجلو في الارض في التشالي فهمتي كيف. ما طلبش بزاف ما طلبش بزاف، طلب واحد السياج هيدا من هاد الجهه ومن هاد الجهه فيها شي 50 متر خصو شي بشر يشوفو من القرب فهمتي حيت ما فيه ما ما يتشاف فهمتي كيف. حق فيه فلوس وفرنس هولاند كان غادي يطيروا بهم بهذيك الايامات، فرنس هولاند اسمه ياك فرنس هولاند هذاك الرئيس اللي كان في ديك الوقت كانوا غادي يطيروا بهم. ديك الساعتين دثار هو تدخل شخصيا وقال للملك الله يرحم بابك اكسكوز مو هاود بحالك، وجا للزريبه جا للزريبه واستقبلوا سيدنا وجاب له جدارم ومخزنيه وبوليس ومرود والدي اس تي ولاجيد وبرقاقه والعساسه ومقدميه كاملين كاملين جابوا له القصر في مرسان تما يعسوا عليه. والله العظيم اخوتي كان هضر معاكم بالنيه ديال وديك القطعه في شاطئ طنجه الشقار الشاطئ الذهبي اديش من ذهبي كان ذهبي في السبعينات والستينات دابا رجع المهم ابو خراريط المهم ما علينا ما علينا. هذاك الطريف الشقار اللي فيه القصار وفيه كيبحر الملك واش 7 كيلومتر سدوها على البشر ما توصلش لتما الخوا ديالي الا وصلتي كيتيروا في يمك بالحجار ولا شي حاجه ما عندهمش قرطاس فهمتي. والايامات اللي وقعت هاد العباده هادي صدفه كنت هنايا في بلادي هنايا في بلادي الثاني الاول شمال الثاني في اوروبا وطني البديل الحبيب الغالي كنت ماشي واحد النهار هيدا ديك الايامات كنت ماشي هيدا كندور مع ماشي للشغل ولا ما لقيتش عقل وانا نشوف حدايا واحد الرموكه ماتريكولا طنجاويه مغربيه 1040 كنعاودكم الحقيقه وديت كنقول ها شنو هادشي هذا شنو الماتريكولا هادي ها كيفاش هاد الماتريكولا هادي ماشي المغرب او كاز عارف بقيت كنقول كيفاش واش انا صدقت في طنجه بلا ما نحس براسي ولا والله العظيم اخوت. المهم ديك ساعتين نسيت الشغل اللي قلت باش نقضيه وتبعت ديك الرموكه الفرحه اللي باش نشوف شكون اللي تما وكذا فهمت ما علينا كنتابع ديك الرموكه من هنا من هنا من هنا حتى غادي تخلوها في واحد الطريق وغادي نكلاكسوني عليه تران 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 هو وقف ديك في ديك الكودي هذيك هود هود سنة هدرت معاه السلام عليكم سمع هو العربية وسمع اللهجة التنخيرينوس قال لي السلام عليكم حتى هو تشلاط فهمتي كيفاش قلت له شنو كتعمل هنايا يا اخي قال لي جبت شي سلعة وكنفتش على الادريسة الفلانية كذا 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 انا كنس ديك المنطقة كنعرفها فهمتي كيفاش قلت له اجي اخي فاين 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 المهم داكشي اللي كاين قلت له واش نتلقاو بك واش نجلسوا معاك واش نتقهوا معاك ولكن بوبريو ما عندهم هذوك اللي كيسوقوا الرموكات وكذا عندهم الوقت مضبوط فهمتي كيفاش قال لي اخي ما كاين حتى مشكل نتلقاو نتقهواو هكذا الرقم التليفون هكذا ما عقلتش كيفاش وقع حتى ما تلقيناش ما علينا. وهاد الولد هذا هاد السيد هذا في ديك الايامات تلقينا هاد الفلاش اللي وقع مع سلمان هو يقولها لي بوبري طالع له الدم قال لي اخي فين طنجه قال لي دابا سلمان مبحر في اشقر ما خلاه حتى شي واحد يبحر في اشقر وانا كنت قريت الخبر قبل ما يقولها لي هو ما خصو اخي ما عندك ما تعمل الشعب ديالنا الشعب ديال العبيد ما عندك ما تعمل الشعب باقي كيخاف يموت ويدخل الحبس الشعب باقي ما عرفش بان الموت حق كلنا سائرون اليه وكلنا سنلقاه وهو حتفنا المحتوم لا هروب منه. ايوا على هذا الحساب هنموتوا 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 شي موتة معوط نعوطوا ديك البلاد شي موتة يذكروا هذا التاريخ والو هذه ما تدخل لكم شي براس ديالكم كاينه شي حاجه اكثر من هيدا واش كاينه شي حاجه اكثر من هيدا يجيب براني ويشبر الشقر كامله هو وقبيله ديالو يعوموا يبحروا تما والشعب المغربي ممنوع يدخل يبحر تما وفي المساء يجيبوا له النساء المغربيات على طبق من ذهب يحرطوهم تما حريت اقسم بالله كنعاودكم الحقيقه اخوتي والدارك ما يسمى الدارك الملكي وما يسمى السيمي والمخزن والعسكر هما كيحميوهم كيحميو السواعده وكيجيبوا ديك البلاد مساكن في الرموكات وفي الكاميونات والترامبيات والطوموبيلات كيجيبوهم حتى لعند السواعده وانت مغربي شوف هادشي وقبله وقول لي لا اخي كنخاف عندك يقتلوني كنخاف عندك يغبروني في يمك بحال دابا بحال دابا دابا هاد الايامات هادي وقع الصداع في المغرب قال لك اسيدي شي كوميدي طيح بالمراه المغربيه انا شخصيا ما كنعرفوش هاد بنادم عمري ما شفته عمري ما عرفته ولكن دابا هاد المناسبه هي اللي خلاتني نعرفه فهمتي كيفاش قال لك كوميدي ما كوميدي طيح بالمراه المغربيه في شي حفل تكريم جا ديك المصيبه الكحله ديال القجع ومعاه ديك الركراكي واخرين واخرين هو بدا كيهضر بدا كيقول لهم فوقاش ما وصلتوا للدومي فينال وربع النهايه ونصف النهايه كنت كنبوس واحد خيتي كان هكذا والا كنت وصلتوا للفينال كنت غادي نكون صافي ولدت معاها
ولا هادو كيغوتو كذا كيقول لك شنو كيقول هاد بنادم. انا ما فهمتش هاد الناس هادو ما فهمتش واش ما عندهمش العينين ما كيشوفوش المغرب شنو فيه ولا كيفاش. ما كيعرفوش بان المغرب طيح تايلاند فيما يخص الدعاره. ما كيعرفش بان المغرب النساء ديالو يصدرون الى كل اسقع الدنيا كيمارسوا الدعاره. ما كتعرفوش هادشي. ما كتشوفوش الديسكوتيكات اللي عندكم في المغرب، قهاوي الشيشه بيران الشوارع كيفاش عامله. يعني الواقع معروف شنو. علاش ما كيعجبكمش بنادم من اللي كيوصف لكم الواقع ديالكم؟ ملي كنشوفوها برلمانيه من داخل البرلمان من تحت قبه ما يسمى البرلمان وفي نقل مباشر كتقول بان الدعاره تساهم في المدخول للدوله. وشنو هادشي ما سمعتوش ما شفتوش؟ الدعاره راه تساهم في ميزانيه الدوله وتكون عندنا الجراه لكي نقولها كذلك. يعني مساله واضحه. واش نتوما كتخبعوا الغربال باش الشمس بالغربال ولا كيفاش؟ ما كنفهمش كيفاش بنادم كينيرفي بحال هاد الحديث بحال هاد ملي كيهضروا له على الواقع المغربي بان فيه الدعاره منتشره بان المراه المغربيه عندها واحد السمعه سيئه. ها كيجي النف بحال اللي هو بوحدو اللي يماه مغربيه اولا بحال اللي هو بوحدو اللي اخته مغربيه اولا بحال اللي هو بوحدو اللي مرته مغربيه اولا بنته مغربيه اولا عمته اولا خالته. لا سي لا، خص الواحد يتقبل الواقع. يتقبل الواقع اقصد يعني ملي ينتقدوا شي واحد الواقع الحقيقي يتقبل ويشوف كيفاش يعالجو باش يبقى يخبع خبع خبع. انتوما كتشوفوا بيدوفيلات كيتشبروا كيتلقوه، بيدوفيل دانيال تلقوه، بيدوفيل كويتي تلقوه، بيدوفيل فرنساوي تلقوه. وفاني هاد المحاكم الزجريه وكذا وسلطه القانون والدوله ما معاهاش اللعب. الدوله ما معاهاش اللعب. ملي كيشدوا شي فقير شي مزلوط شي مغربي مطعون ياه تيتسبعوا عليه وتيطبقوا عليه المساطير القانونيه وكذا كيخرجوا العينين وتيتجبوا. المخزن مسموم وشماته وجبان عليها كيقوم بهذه الاعمال هذه. اما ملي كيكون مع هذوك اللي عندهم شي ثقل والو كيقول لهم خروج والله عنه عنكم. هذه وقائع سي ما عندك ما تنكر فيها، هذه وقائع ما عندك ما تنكر فيها. ودابا ماشي غير المغربيات، دابا حتى المغاربه حتى الجنس الذكوري عامل الروينه في شوف غير التيك توك شنو واقع. الرجال والذكوره كاملين بالقفاطن والزكادن كيشطحوا كيكوزوا تقول انت. وسحب لك هاد 24 سنه ديال تحت الرعايه الساميه تنظيم مهرجان كذا ومهرجان كذا العام كامل 24 سنه هباء منثورا. ورا داكشي كانوا به يطمحون الى بناء جيل وتاسيس جيل لا هويه له. وهما وصلوا لهاد المرحله. بنادم عايش في وسط الفساد وما حسش براسو، باقي كيدافع عليك كيقول لك لا حنا بلادنا مضخمه. باش مضخمه؟ باش مضخمه اخي؟ ما مضخمه والو. خيركم من اهدى الي عيوبي، اللي غادي يقول لي الديفوس اللي فيك هذاك هو اللي كنعطيه انا برافو. حقا انتم واحد الشعب منافق وكيعجبكم النفاق وصافي كتنافقوا في النفاق. سيدنا كيكحكح قلبوا عليه العالم. كل شيء كيرد، اللي في المغرب كيرد، اللي في اسبانيا كيرد، اللي في الطليان كيرد، اللي في فرنسا كيرد، اللي في كندا في امريكا في السعودي كاملين فيديوهات. اش يقول هذا؟ شنو كيقول هذا؟ امشي ليماك امشي تكمس بلادك بلاد الدعاره والفساد المطلق. تيشكل تيشكل هاد الدايرات فوقاش ما تذكر لهم المساوئ ديالهم تقوم قائمتهم. كيبقاو يغوتوا اخي خرجوا العينين. انت كتقول انت كيفاش؟ واش انا ما شفتي مزيان ولا؟ كيقول لك بلاد الاصاله والمعاصر. امشي ليماك امشي تكمس من الاصاله والمعاصره من الرع بحال بيدوفيل دانيال وهذاك الكويتي والفرنساوي كتعرف الا شبروهم هنايا. كيدخل الحبس ما كيخرجش من الحبس، وفي الحبس كيقتلوه الحباسه. رجال نصارى رجال صاحبي. والله عندك يجيب لكم الله نصارى راه بيطات بحال اللي كانوا كيقولوا لنا ملي كنا صغارين كيقولوا لنا نصارى بيطات. يا بيطات ملي كتجي لهادشي الكرامه والحقوق كيرجعوا الديناصورات. ماشي بحالكم نتوما الزلائبيون نتوما دكم عامر هذا مفتوح والغوت غير في الحاجه اللي خاوي. اما المعقول كاملين كتكمشوا كترجعوا بحال حق قروضه. شوفوا دابا غير البرلمان الاوروبي وهاد الحيحه ديال القضاء المغربي قال لك مجلس القضاء الاعلى برلمان مجلس مستشاري. كيردوا على البرلمان الاوروبي كيردوا على البرلمان الاوروبي بس زعما البرلمان الاوروبي يثبت هو ورا يماهم يثبت كيفاش عامل. جات اجراءات اخرى دابا اجراءات اخرى خبركم نهار 9 فبراير شحال باقي سيمانه دابا وقيله اليوم واحد هاد فيديو اليوم واحد فبراير بحق نتوما تشوفوا وقيله ثلاثه ولا اربعه كما العاده حيت انا ما عنديش الوقت اخوتي باش نبقى نعدل وكذا فهمت.
وقيلا غادي نقلبها للايفات والسلام. اللايف ساهل، ما تقطع ما تعدل ما تاتي حاجه، افتح وبقى تهدر والسلام. شني فيه ديك الديفو اللي ما كيعجبنيش هو واش كاين الصوت؟ كاين الصوت نص ساعه كتمشي في كاين الصوت كاين الصوت كاين الصوت والنص ساعه الثانيه اهلا سهلا تبارك الله عليك اهلا. مشى الوقت عليا. كنفضل انا هاد القضيه ديال التسجيل، فهمتي؟ الواحد كيهضر بطلاقه وما كيبقاش يفكر واش كاين الصوت ولا ما كاينش الصوت، وما كيبقاش يسلم على بنادم سلام سلام. المهم، ولكن دابا كتبان لي واقيلا يمكن غادي نقلبها لللايفات، فهمتي؟ ما علينا. قصلكم نهار 9 فبراير اللجنه المكلفه بقضيه التجسس ديال بيغاسو في البرلمان الاوروبي غادي تذكروا على دور المغرب في التجسس. ياسي غادي يربيو المخزن مزيان، الاوروبيين غادي يربيو المخزن مزيان. نعم، انتما كتشوفوا اخوتي بعد صراخ الشقر والاخرون ما يسمى البرلمانيون والفعلاء السياسيون في الزاربه وما يسمى بالمجلس الاعلى للظلم في بلاد الفوضى ولا حقوق، جاء الرد الاولي للبرلمان الاوروبي بالغاء كل المهمات التي كان مخطط القيام بها في 2023. كل المهمات اللي كانوا عاملين لها بلان كامله تلغت. كذلك الغاء رحلات الوفود البرلمانيه الى المغرب والى الاتحاد الاوروبي، البرلمان الاوروبي اقصد. نعم، الغاء رحلات الوفود واللجان النيابيه والبرلمانيه، الغاء اجتماع اللجنه البرلمانيه المشتركه المغرب الاتحاد الاوروبي، الغاء اجتماع الجمعيه البرلمانيه للاتحاد من اجل المتوسط، الغاء اجتماع لجنه الطاقه. المهم في ايام جايه ما يعلم بها الا ربنا. يا اخوتي واحد العزله كيعيشها المخزن دابا، ديك الشيء ما نعاودلكمش اخوتي. والله احلك ايامه، احلك من الحلكه، حلكه الظلام. كتعرف ولا؟ ايام سوداء، قطع سوداء تساقطت وتسقط وستسقط على راس المخزن. والله عزله شبه دوليه كيعاني منها. عندك تشوفوا ديك الشيء ديال اخبارونا واسبريس ودوزيم وكذا، استقبل هاتف ابرق جاء التخربيق. المخزن تموقع وتمركز في محيطه بشكل انعزالي، كتعرف في الجنوب المدفع ديال بوليزاريو يحرق جيش العياشه، وزيد عليها موريتانيا ما عندهاش مع المخزن. الجاره الشرقيه انتم عارفين القضيه، اوروبا باستثناء اسبانيا، عندهم مصالح، كبيره. واسبانيا حتى ديك العمل الداعشي اللي وقع في الخزيرات ما عطاولوش شي قيمه كبيره في الاعلام ديالهم. علاش؟ لان كيخدموا المصالح ديالهم. دابا عاملين المخزن واحد اللعيبه بشي شكل، فهمتي كيفاش؟ المخزن دابا اللي قالتها لي اسبانيا غادي يديرها، اخباركم اسبانيا هي اللي بقات له صافي. وحتى اسبانيا كتبروفيتي في هذا الموقع ديالها، فهمتي؟ كتبروفيتي في هذا التموقع ديالها دابا في العلاقات الدوليه مع المخزن، حيت اسبانيا ماشي حماره. اسبانيا كتشوف المخزن مقود السوايع مع فرنسا البلد المستعمر الام، مقود السوايع مع المانيا، مقود السوايع مع كذا مع كذا. اسبانيا الا رديتو البال، حتى ديك الدعشوشي المغربي ديك ياسين القجاع او القنجاع في الخزيرات كاع ما هضروا عليه بزاف، ما عطاولوش شي قيمه بزاف، فهمتي؟ علاش؟ لانهم دابا كيخدموا البلان ديالهم مع المخزن، فهمتي كيفاش؟ وهذا خينا اسمه قنجاع، كنعرفو انا اسم رياضي في مدينه طنجه، في السبعينات والثمانينات كان من المسؤولين في نادي اتحاد طنجه، قنجاع. عندك يكون من عائله قنجاع اللي كنعرف؟ ما كنظنش. واحد الدعشوشي اخر كيقرا ايات الكرسي وكيهرس في الزجاج ديال الطوموبيلات، شفتوه؟ شبر جوج ديال الهراوات في يدو كيهرس في الزيجان عباد الله، طاري بريسه ولا ما كيسميوها بها، وكيقرا ايات الكرسي، الله لا اله الا تشرع، هو الحي القيوم تشرع. بابا هادو ولاد الحرام شنو باغيين يوصلوا هاد الناس هادو؟ هادو ما السبب ديال الاسلامفوبيا، وهادو ما السبب علاش الناس كتكره المهاجرين، وما هادو ولاد الحرام هادو؟ ما عرفتش شكون اللي كيسردهم. وقال لك سبته مشات، وسبته هادي كتمشي اخوتي، سبته مشات شعال هادي، سبته شعال هادي مشات، هادي كتمشي دابا، سبته مشات شعال هادي، سبته الفرصه ديال التحرير ديالها كانت في الوقت ديال الخضر غيلان رحمه الله، جوجلو جوجلو. القائد الخضر غيلان، تنخيرينو ديالنا، هذاك كان عاتصال خالم مقلزه وبورتقيز والزبنيول، حرر القصر الكبير وحرر العرايش وازيله طنجه الدافيه هكذا وكذا، بابا كان عامل بوداع. اللي كيعرف مالابطه في طنجه حدا منقدين فين كاين بوخرارو وكذا، تما كاين معالم اثريه ديك الشيء قديم بحال وليلي، حنا كنا كنقزو تما ما كنعرفوش ديك الشيء، هو قديم هذيك القلعه ديالو
الخضر غيلان تما كان كينيش على الزبنيول كاع فيما كيقول شي باركود الزبنيول ولا الانجليز ولا البرتغيز تا 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 احترموا بالمقاله الدري الحومه احصى على الخضر غيلان. وفي ذاك الوقت كانت الفرصه باش يحروا سمتها، ولكن الخيانه ديال العلويين واحد القبيله اخرى الزاويه الدلياليه ولا شي تخربيقه تحاموا عليه مع الانجليز وقضوا عليه في معركة القصر الكبير سنة 1674، استشهد في 1674، نعم، وجازت جوج القرون ونص هما يستعملوا نفس المنهجية مع عبد الكريم الخطابي، نعم، تحاموا عليه العلويين مع الفرنسيس والاسبانيول باش قضوا عليه، فهمتوا كيفاش؟ الخضر غيلان، مولاكم اسماعيل والزاوية الديلانية ولا الدليانية ولا شي الدلوان ولا شي تخربيقة بحال هيدا، مع الانجليز والاسبانيول والبرتغال، طلعوا عنده حتى هو صار خدك في معركة القصر الكبير. قضوا على الثوره ديالو، جازت 250 سنه العلويين بقياده مولاكم يوسف عاوتاني عملوا نفس الخطه، طلعوا عند عبد الكريم الخطابي داو له العياشه مع الزبنيول مع الفرنسيس، المان كضرب من فوق بكيماوي وقضوا على الثوره ديال الريف. يعني هادو اللي حاكمينكم الخيانه مكتوبه في جباههم، هادو اللي حاكمين ماشي علويين، عاطين الرسوم ديك السميه غير باش يدعمسوا الشعب، حيت كيعرفوا منزله اهل البيت عليهم السلام في عقول وقلوب المسلمين، فهمتوا لا با؟ تقريبا بحال القضيه اللي كاينه في الاردن، هادو مسميين راسهم هاشميين ما هاشميين، هما ما عندهم حتى دخله في الهاشميين، ما علينا ما علينا، كاع الحكام العرب والمسلمين كيستعملوا هذه القضيه ديال كيبغيو الادعاء بانهم كينتميوا لاهل البيت عليهم السلام او للسلاله النبويه، باش كيخدموا البروتوكول ديالهم باش كيدامسوا البقر والغنم والحمير الوحشيه. وعلى ذكر الاسلام والمسلمين وكذا، كاينه في الجزائر دابا شي حاجه اسمها الاجتماع ديال منظمه التعاون الاسلامي، اخباركم ياك، التي انطلقت في الجزائر العاصمه، نعم، وحضر ديك وزير الكراطه بصفته ممثل للزريبه او لوزاره الخارجيه تخربيقه بحال هكا، خرجوا العياشه كيكتبوا كيقولوا الكلمه التي زعزعت الكبرانات وكلا وكلا وكلا، قال لك رسائل اوزين التي زلزلت الارض تحت نظام العسكر الحاكم في الجزائر، نعم، ما تم مزلزلت ولا هم يحزنون اخوتي، المخزن كيبرد على راسه، فهمتي كيفاش؟ الغدايد اللي عنده كيبردها كيشوف كيش يبردها، لان الا مشينا حصينا الزيارات الدبلوماسيه اللي وقعت في الجاره الجزائر في هذه الاسابيع المنصرمه، شيء كثير حدث وشيء كبير حدث، فهمتي كيفاش؟ زيارات رئيسه مجلس الوزراء الايطالي، العدو ميلوني ولا ميلانو حضرت تما كتعرف ولا؟ وعملت لك شي اتفاقيات مع الرئيس الجزائري كتعرف ولا؟ خلت المخزن مكوفر، زياره مساعده وزير الخارجيه الامريكيه، هذيك قضات على المخزن، صافي سالت معاه، قالت لهم نحن مع حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ما كاينش الحكم الذاتي، نو نو نو، قالت لهم خصهم الصحراوي هما ينتخبوا على راسهم الاستفتاء. واش ينضموا للزريبه ولا يعملوا الدوله تاعهم؟ انا اصلا ما عرفتش الصحراوي شنو غادي يعجبهم في الزريبه واش غادي ينضموا لي لاخوتي. شنو هاد المغريات اللي كاينه في الزريبه؟ ها؟ نقولوا المغرب اسيدي في المغرب، اوكي؟ شمن مغريات كاينه للشعب الصحراوي باش يبغي ينضم للمغرب؟ ها؟ شنو اللي غادي يعجبه؟ هاد الديكتاتوريه اللي وقعت في المغرب؟ نهب الخيرات والثروات وتجويع الشعب المغربي؟ ادخال كل من تكلم ونطق الى السجن؟ وتلفيق تهمه الدعاره والاغتصاب وشراء البشر وكانت التخاريق ديالكم، والمهم المهم، وزيد عليها زيارات شنقريحه لفرنسا، هذيك قدات اخوتي، قدات على المخزن مره، ديك الزياره قدات على المخزن، ما بقاش عارف راسه من رجله، تفافى تفافى نيشان. وفي خضم هذه الانتصارات الكبرى التي تحققها دبلوماسيه الجاره الشقيقه، دبلوماسيه العقل والرزانه، نجد اخفاقات المخزن اللامتناهيه. إخفاقات دبلوماسية المخزن، دبلوماسية المراهقة، دبلوماسية شراء الدمام والرشوة والتجسس. وإلى جانب هذه الصورة السوداء تطلعنا أخبارنا اليوم، موقع المخزن والمخابرات قال لك بلينكين يشيد بالمغرب، بلينكين يشيد بالمغرب، وشفناها في أخبار الظاهرة وشفناها في المواقع. دابا حنايا بلينكين يشيد بالمغرب صافي، كيعتبروها هما انتصار دبلوماسي، فهمتي؟ الجزائر تحقق انتصارات دبلوماسية على الأرض، والمخزن يحقق انتصارات دبلوماسية على المواقع. دابا بلينكين يشيد بالمغرب، فين غادي تفيدنا حنا يا خوت؟ بلينكين واحد الصهيوني واحد الماسوني يشيد بالمغرب، وكيقولوها لنا، حنا خصنا نفرحوا حيت بلينكين يشيد بالمغرب.
شحال عقليه عند الناس هادو، هاد الناس اللي يسهرون على الاعلام وعلى تاثير القطيع والغنان. خصني نفرح انا مغربي حيت وزير الخارجيه الامريكي اشاد بالمغرب؟ اذا كان هادشي بصح نقولوا خصني نفرح. المغرب واحد، الميريكان تشيدوا به، باش تشيدوا بك الميريكان؟ الميريكان غادي تجي تعمل مصانع وقواعد عسكريه، مصانع الانتاج العسكري وقواعد عسكريه غادي تجي تعمل لبابك في المغرب. القواعد العسكريه الامريكيه الى جانب القواعد العسكريه الاسرائيليه، باش غادي ترد على الناس اللي غادي يتحاربوا معاها، فعيوت غادي ترد عليهم من امريكا باش هما يضربوا امريكا الاراضي الامريكيه، غادي تبقى ترد عليهم من المغرب باش هما يضربوا المغرب. هما تيقولوا لنا يسيدوا بينا بلينكن، حيت الشعب مكيف اخوتي، الشعب المغربي يعيش في عالم الاحلام المتبوقيه، يتبوق كثيرا، كل شيء شبط السبسي في يدو، كل شيء شبط جوينتا في يدو، الشعب مشى ما خصوش يعرف شنو كاين. في الوقت اللي كنشوفوا الشعب الامريكي كيتبرم الحكومه ديالو، ها المغاربه تيقولوا لنا راه امريكا تشيد بالمغرب، الامريكان كيكتبوا كيقولوا الامريكيون يدركون اخيرا ان حكومتهم تقودهم الى حرب نوويه، وحنايا باغينا نصدقوا بان امريكا هي الملك المنقذ. وروسيا اودي امريكا روسيا المغرب، الاجواء هي الاجواء دابا هي داعمنا، امريكا روسيا الحرب النوويه الحرب العالميه الثالثه، ملي كيهضر لكم شي حاجه اخرى كيتلفكم والسلام. قال لك هالخراز هاني باك غير كيتلفوا فيكم والسلام ايها القطيع. حرب كونيه على الابواب قريبا، بابا شنو مازال في الطريق، قريبا قريبا. وروسيا ملي جبدنا روسيا، روسيا دابا غادي تبقى تصدر البترول ديالها من سبته، تصوروا هاد روسيا الاتحاديه غادي تبقى تجيب بترول ديالها من بحر البلطيق ولا البلقان ولا من تما حتى المياه المغربيه وتصدر البترول ديالها من تما. نعم حتى المياه ديالنا في مدينه سبته، ولن اقول سبته المحتله، ولن استعمل عباره المحتله، لان المخزن باع الزبنيون عن طيب خاطر، والمغرب ما غادي يصور والو من داك الشيء هذا. ربما روسيا غادي تدبر على الاسبانيول، بحق المغرب ما غادي يصبر والو، حيت القفاز هذا المخزن، القفازة المخزن شنو الهدف ديالو؟ ماشي كامل وبلاتي قبل ما نقول لكم الهدف ديالو، انتظروا انتظروا قريبا غادي تبقاو تسمعوا مدن مغربيه في المزاد العلني، قريبا غادي تبقاو تسمعوا طنجه باع المخزن، تطوان باع المخزن، نادور باع المخزن، مراكش باع المخزن، غير بلاتي غير بلاتي، حيت المخزن خصو يدبر على راسه، ما كيهمو لا وطن ولا شعب ولا هم يحزنوا، والشعب ما بغاش يفهم هذه الحقيقه هذه، ما عرفتش علاش. وقبل ما نختم قبل ما نختم كنت غادي ننسى باش نعلق على واحد العباره قال الاستاذ حميد المهداوي، حميد المهداوي في ديك الفيديو اللي عملوه في السياره قال لك اسيدي هو ضد ديك الاصوات اللي كتقارن المغرب بفرنسا، اوكي؟ قال لك بزاف ديال الاصوات سمعناهم بداو كيخرجوا كيقولوا المغرب اصبح ندا لفرنسا، لذلك فرنسا تدير عليه هذه المؤامره، وفرنسا كتوسوس للبرلمان الاوروبي باش يصدر القرار ضد المخزن، اوكي؟ فرنسا كتوسوس للبرلمان الاوروبي حسب الروايه المخزنيه باش يصدر قرارات ضد المخزن، فهمتي كيفاش؟ لذلك حميد المهداوي قال انا ضد ديك الاصوات اللي كتقارن المغرب بفرنسا وكتقول المغرب اصبح ندا لفرنسا، اش من فرنسا؟ هما كيقولوا المغرب اصبح ندا لاوروبا ولا ندا، ماشي فرنسا فقط. السي حميد المهداوي هذاك القرد المتوفى الذي كان قيد حياته يسمى بالوافي، اللي كان سفير زريبه وبرلماني ووزير، عرفته؟ وهذاك كيهضر مع بيبل وقال لهم هذه المستشفيات اللي عندنا في المغرب والله اوباما ما يكسب امه، هذا وزير هذا تيقول هذا الكلام، هذا قال لك هذه المستشفيات اللي عندنا احنا في المغرب والله يا اوباما امه ما يكسبهم، والمدارس اللي عندنا في المغرب والله ما يكسبوهم في امريكا، لان الشعب عندنا حماق، اي حاجه كيقولوها له هذوك اللي كيتسموا المسؤولين كيصدقوا. وكالعاده ما بقاش الوقت، كنت باغي نهضر في القضيه ديال بومبا تصار ام القنابل ولا ملك القنابل، القنبله النوويه الروسيه التي سيفرقعونها قريبا في منطقه في العالم ما نذكروش، بالحق الوقت لم يعد يسمح، وبقى القضيه ديك السيمو ديال القصر الكبير هذاك البرلماني ديال الهاشتاغ ديال الجزائر الهاشتاغ ديال النعرج، شو كيعطي البيصار وكيعطي الزيتون الحكيمي كذا، اكل البيصار كل الزيتون، البيصار حكيمي ها البيصار عملوا الحكيمي ولا حكيمي ديك اللاعب مغربي عملوا له استقبال الابطال بحال تقول شي زعيم غادي يحرر لهم سبته ومنيليا والهاشتاغ ديال الجزائر لا يكبلوا البيصار ولا يقول له ها البيصار ها زيد العود ها الكيمون
الزيتون بلدي انا على مشهد يا ودي يا اخي الزيج ومازوز اخي ديالي كتعرف ولا لي زباس الخاوه دي بابا بغاو ياكلوا بنادم الخاوه علاش هادشي كامل زعما كيفاش صافي حكيمي تبشتلتكم عندكم الشعب تشوها يا ودي يا اخي الله العظيم فعاود يشبروا شي مناضل ويهزوا ويرفعوا به للسماء يقولوا له سير فنحن معك حتى النهايه اذهب انت وربك فقاتلا انا معك مقاتلون لا والو هما تابعين لك حكيم يا حكيم حكيم اخو رامز وار الشعب حما حكيمي كيجمع في الملاير وتيكدس فيها وكيبني المستقبل ديالو ولادو والشعب تابع فيها كبايصر هاك العدس هاك اللوبي شو صاحبي مصيب وفي النهايه في النهايه باغي نجاوب ديك اصحاب العقليه ديال السي ديها في سوق راسك هذوك اللي كيكتبوا لي السي ديها في سوق راسك الناس في المغرب راها نشطانه وفرحانه وعجبها الحال الناس في المغرب راها فرحانه وزعيانه الناس في المغرب عجبها الحال انت مالك انا بالنسبه لهذاك الشخص اللي كيكتب لي ديك التعليق انت مالك انا هادشي كنديرو لكي ابرئ ذمتي امام الله سبحانه وتعالى حيت الله سبحانه وتعالى غدا يوم الحساب ما غاديش يسولنا غير على المسؤوليه الفرديه علاش ما صليتيش علاش ما صمتيش علاش ما زكيتيش علاش ما جهدتيش علاش نو غادي يسولك حتى على المسؤوليات الجماعيه علاش ما قاومتيش الظلم علاش كنتي كتصفق للظالمين حتى هادشي غادي نسال عنه حتما فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين لذلك انا كندير هادشي يا اخويا واخا يكونوا في المغرب زهيانين وفرحانين ونشطانين الناس في المغرب عجبها راسها وفرحانه بالظلم والحقره والحرمان والديكتاتوريه والواقع الزريبي انا داكشي ما كيهمنيش فرحانين ولا ماشي فرحانين انا كنضرب على المصلحه ديالي غدا يوم القيامه يكون بعدا الدوسي ديالي السي في ديالي فيه شويه ديال النضال باش نحمر به الوجيه ديالي اوي وانت بقى تفكر اللي بديها في سوق راسك وماشي شغلك في ديك الساعه قول يا ربي اعدني الى الحياه باش نناضل من جديد ولكن غادي يكون فاتك القطار